شوف الكهرباء. اه ايه دي دهب؟ صح المكنة جي. اعمل بعبده، عملت ايه في المكنة؟ المكنة تمام فاش اي حاجة، بس المشكلة كلها في الكهرباء. ساعة وتعالى خدها. في الكهرباء المكنة ده يا معلم عبده، كل شوية ليها مشكلة في الكهرباء. اقول لك على حاجة، ما شفتني لها زبون وانت ليك حسنتها. زبونها موجود. شوف انت غالب فيها كام؟ الصراحة هي اتصلت ب 11000. و 11000؟ لا خد 10000 وسيبها. ارجع 10000 ايه اتكلم فيهم يا معلم عبده؟ اقول لك المكنة ب 12000، انت تقول لي ب 10000. 12000؟ يا راجل انا سمحتها 11. طب بص، انا مش هكسفك، انا هديك ال 12000، بس بعد ساعة تعدي تاخذ ال 12000 وسيب لي المكنة. قلت يا خلاص، ساعة وعد عليك واخذ ال 14000. 14 يا ابو عمو؟ احنا اتفقناش على 14، انت قلت لي 12. حلا كده نقيت خليتهم 14؟ ده مرضيش ربني. مرضيش ربني؟ ايه ولا مرضيش ربنا معلم عبده؟ ابو والله العظيم انا قلت 14. الراجل الطماع ده عايز 14000. انا هاخدها حتى لو ب 15000، هاخدها. ده فيها ذهب، اقل حاجة يجيب لي 300 400000. هاخدها خلاص، انا هاخدها بال 14، بس ساعة وتعد عليك. مبروك عليك، خلاص ساعة وعد اخذ ال 15000. سلام عليكم. 15 يا ابو عمو؟ ماشي 15 15. روح اطلع الذهبات انا بسرعة وادهم للراجل بتاع الذهب، اشوفهم يجيبوا كام دول. وكده انا اللي كسبان.